هذا عرش بلقيس، هذا الولد صغير هو معه مفتاح يطلع على الدرج هذا، وهالمكان عرش بلقيس. شفنا وصورنا وننتقل لمكان ثاني. هذا راعي المفتاح، ها يا يفتح لنا الباب. تخيلوا عرش سبأ، هذا الحارس ماله. في دول ثانية يحطون هيئة كاملة ممكن تدير هذا المكان. هني هذا الهيئة، هذا معبد الشمس أو معبد أوام في مملكة سبأ. طبعا هذا مسروق من العديد من الآثار، بعضها موجود في بريطانيا. هذه بوابة المتحف، هذا الحارس، هيئة هذا الهيئة الخاصة بالتراث والآثار. 20 سنة يعمل في هالمكان. بلا راتب، بلا سكن، بلا أي حد. عيشة يبي أكل بس. راتب 25 وشيتي قاعد. الله، 25,000 راتبة يعني 2 ريال سعودي. وهذا المعبد اللي اجتمعت فيه مع قومها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. هني حصل هذا الخطاب. طبعا هذه السياحة كان ممكن تمثل دخل لليمنيين. هذه الحجر الواحدة منها تحفظ في متحف، مو تندفن بالطريقة هذه وبينها الوصاخ. هذا شعار الدولة اللي يبدأ فيه الكلام، لذلك هو موجود في كل الأعمدة تقريبا. هذا هو شعار المملكة. هذه الحجر الواحد كانوا يسمونه 300,000 دولار لهالشايب اللي راتب 200 ريال سعودي، وكان يرفض بيعها ويبلغ عنهم. هذيلة ارتفاعهم تحت الأرض 15 متر. هذه الأحجار المكتوبة 440 حجر. هذه مكان الصور، هني باب للدخول وباب للخروج. هذا مثل الحوش، وهذا العمدان للسقف الجهة هذيك، وهني المدخل الرئيسي، وهذه أخفاف الإبل كانت يمكن يوقفونها هني يخلونها المدخل. 5,000 سنة شوفوا شو مرصوص رص الحجر ولا تحرك بعد كل آلاف السنين. هذه الناس تشتري هذا بمئات الآلاف دولارات، والجماعة كاتبين ذكريات عليه. هذا عليه نقوش بعد. هذا الباب شوفوا دخلنا منه، وبعدين شوف كله مدفون. شوفوا لوين واصل، يعني في بلاوي مدفونة هنا تحت. هذه أرض المعبد، شوف هذا رخام، وأيضا مكتوب عليه بعد عليه كتابات. وشوف رخام، مو حجر عادي، كله طبعا مدفون.